لأنهم شباب المستقبل وعلى عاتقهم يعقد الأمل في بناء الوطن، وتعبيرا منهم عن فرحتهم بفوز السيد الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية ونجاح الاستحقاق الدستوري، أقام فرع حلب لمنظمة اتحاد شبيبات الثورة احتفالية وطنية جماهيرية حاشدة، وذلك في صالة الأسد الرياضية بحلب. نحن اليوم بحلب، حلب الصمود، حلب التاريخ. اليوم شباب حلب باتحاد شبيبة الثورة اجوا اليوم ليأكدوا انه هن خلف السيد الرئيس بشار الأسد، اجوا اليوم ليحتفلوا بالفوز الكبير بنجاح الاستحقاق الرئاسي وفوز السيد الرئيس بشار الأسد. اليوم انطلقنا من حلب بهي الفعالية، رح تكون إن شاء الله بداية احتفال بالعمل لحتى نواكب شعار حملة السيد الرئيس، الأمل بالعمل، الأمل بالشباب. اليوم شبابنا عم يأكدوا بوجودهم بهي الساحات مثل ما تعودنا ساحات حلب اللي هي متعودة على الانتصار وعلى الفرح. اليوم شبيبة حلب أكيد كمان عم تقول مبروك للسيد الرئيس بشار الأسد بفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية. طبعا نحن بنتمنى دائما لسوريا كل الخير، وإن شاء الله القادم أحلى وبكرة أحلى إن شاء الله. عبر المشاركون والشبيبيون عن فرحتهم بهذه المناسبة واعتبروها نصرا لجميع السوريين، وأكدوا بأنهم سيبدأون مرحلة جديدة بعزم وقوة ستكون مفعمة بالعمل والجد ليشاركوا في إعادة الإعمار جنبا إلى جنب مع السيد الرئيس بشار الأسد. جينا نحتفل بفوز الرئيس بالانتخابات، وفوزه هو فوزنا، وكلياتنا معك وكلياتنا جنبك، ونحن كتير فخورين بهذا النجاح وبهذا الفوز. موجودين بصالة الأسد من الاحتفالات المليونية اللي عم يقوم فيها الشباب بحلب، رد جزء من المعروف للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، نقول له مبروك هذا النصر المحتم اللي خططه الجيش ولا نحن عم نخططه بسنديه الاقتراع. نحن كل مرة عم نجدد العهد ونرجع ننتخب السيد الرئيس، جينا لليوم نعبر عن فرحنا بنجاحه وتمسكنا بأنه يضل هو سيد البلد. نحن اليوم موجودين، هذا الشعور بالفرح اللي صار لنا 10 سنين عم نستناه. فوز الانتخابات اللي هلأ نحن عايشينه هو مو نصر لفوز شخص، هو انتصار لعشر سنين راحت. هذا وقد تضمنت الاحتفالية فقرات فنية وغنائية وطنية متنوعة شاركت فيها فعاليات رسمية وشعبية وأهلية في محافظة حلب. قناة سما الفضائية، كنان علوش، حلب الشهباء.